بمناسبة المقاومة الإسلامية في لبنان، ما رأيك بالمقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله تحديدا والسيد حسن نصر الله؟ المقاومة مقاومة مشروعة في جميع البلدان، سواء الدول الإسلامية وغير الدول الإسلامية، والمقاومة اللبنانية إن شاء الله هي المدافعة عن لبنان ومدافعة عن الإسلام، وسحب سلاحها هو أمر راجع لها وراجع للشعب اللبناني، وليس لأمريكا ولا لأي طرف آخر التدخل بهذه الأمور. ولو أراد سحب سلاحها فلتسحب سلاح ميليشياتها التابعة إلها في لبنان، تابعة لأمريكا وتابعة لإسرائيل. البعض يتهم حزب الله بالإرهاب، هذا رأيه. أمريكا لحد الآن هي الوحيدة التي تتهم حزب الله، حتى قيل أن الاتحاد الأوروبي لحد الآن لم ينعت حزب الله بالإرهاب علنا. علاقتك بسيد حسن نصر؟ علاقة أي شيعيين لو صح التعبير، إسلاميين مقاومين، لابد من الوحدة والتكاتف لأجل إنهاء الاحتلال في هذه الدول الإسلامية. هل لديك اتصالات بها؟ تتصل بي، يتصل بك، تتناقشون في أشياء معينة؟ لحد الآن أنا بلبنان إجي طرف منه هو شخصيا، لم ألتقي به شخصيا. نعم.